السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بستيج، مرحبا بكم في فقرة تمتاز بالتشويق والمتعة والإثارة. فقرة نناقش فيها نجوم، نناقش فيها شباب جاي متحمس يطرح الكثير من التساؤلات، هل هو ينفع يكون معنا من ضمن 50 اللي بيتأهلون الفقرة الجاية أو لا؟ نسألهم، نحاورهم، نطرح عليهم أسئلة في التجارب التي سوف تحدث لهم. إن نجحوا صوتوا لهم، وإن ما نجحوا نقول لهم شكرا، كنتم ضيوف علينا. جاهزين؟ جهزوا الشاهي، جهزوا مكسراتكم، ونبدأ الرحلة. الرحلة تبتدي بأخوي فواز عازي. فواز، معك نص دقيقة تشرح ليش جاي برنامج، ايش المواهب اللي عندك. المايك معك والكاميرا قدامك والجمهور يسمعك، تفضل. فواز اسمي من خيار الاسامي، لضاقت الايام بقنبكم الذيب، ابشر بعزك في حدود النظامي، وابشر برجل يرمى الاهداف ويصيب. فواز شاعر، واحب الجمعه، واحب هبه الريح، واحب التجارب، واحب الاعلام بشكل عام. والله جيت البرنامج ابغى ابرز المواهب اللي عندي، واحب المنافسه، وبثبت وجودي وسط كل الميادين والرفقة اللي كل أبوهم إسباعي. ها، وهذا علمي وسلامتك. فواز، ما عرفت على اسمك. إلا ذكرت اسمي. ما قلت إيش مواهبك. قلت شاعر. مصارع. مصارع وشاعر وعنده بطولات وبيصل الحاجة هاليوم من طمح. جاي تطاق معنا أنت. لا، أعلمك مواهب. يعني جاي أنت جاي تفاوض عباتك أنت. أكيد لازم نفرد عضلاتنا في كل شيء. لا، مو تفرد عضلاتك عندنا، تفرد عضلاتكم في بيتك الله يحبك. في المنافسات. لا، مو في المنافسات يا أبو. منافسات تفرد نفسك. مو بهوش. بلسانك. إيه؟ بتواجدك. إيه؟ بحضورك. لا، أنت جاي بتسوي مشاكل من الحين. سجل واعي مشاكل وطقاق. الله يكفينا شره. سجل. ترى عندنا واحد مساكين منيب والشباب وعيال، ترى ما قد حالهم. أبرز عضلاتي مو بالضرب. بالمنافسة، مو بالضرب وكذا. بدينا. أنت المعضل ما شاء الله عليك. مو بهنا. سجل، عينه قوية. أنت شاعر صح؟ إي نعم. طيب الحين كاتب لي من صفاتي ونيس. يعني أنت الحين وأنت ونيس نجيب معك مكسرات نشوفك، يعني وش تبي تعلم؟ ونيس صدري وسيع، يعني اتحمل الزلات، اتحمل اللي بعض الاخطاء، ماني باللي ادقق على ادنات حاجه، ماني باللي صدري وسيع ما يزعلني اي شيء، فهمت؟ سجل بدا يمدح نفسه واجد. ما بعد الله يعيننا عليه. الحين جاء واحد من الشباب متسابقين قابلنا، كان مو حلو عنك، بعدين تتخانق انت وياه، بتصير مشاكل. يا اخي انت، انا بيني وبينك انا واعي انك برنامج ما ينفعك، في حين برامج فيها مصارعه، مطارحه، طقاق، هذا مكانك هناك، هنا وناسه ببع بعض، وكيف تجينا بتسوينا مشاكل انت؟ انت قلت وناسه صح ولا لا؟ قلت ان البرنامج فيه وناسه، وانا قلت لك اني ايش؟ اني ونيس، هذه واحده. اي ثاني شيء، انت قلت لنا بس ما نعرف الحقيقه. خليني اتكلم. صادق مو صادق ما ادري. بتشوفني بعد ان شاء الله التسعين. بعد ضامن سجل. الحمد لله واثق الخطوه. ملك عنده ثقه في نفسه زايده، مغرور، متكبر. لا، كل شيء للكبر، الكبر لله سبحانه وتعالى. بكره نشوفها. الكبر لله. طيب بعدين انت حاط حنشوط عندك،
تقول ما احب احد يسالني عن وظيفه. نعم. سامات. انت ما فهمت. ما فهمت علي طيب يا عبد الله. فهمني يا. ابى افهمك. انا اللي اقول لك ما احب احد يسالني، انت الحين يعني كثير اللي من قبلك، انت للحين ما توظفت؟ لمتى؟ يا اخوي ليش ما رحت؟ عندك وظيفه وظفني، ولا لا تقول لي الكلام ذا. انت تسالني تكرر السؤال تكرر السؤال تكرر السؤال. انا اسعى، لكن لا تجيني انت كذا بارده مبرده تقول لي ما توظفت للحين، انت ليش ما توظف؟ الريجي يتوظف وانت ما توظف؟ هذا السؤال المقصد اللي انا ما احبه، السؤال السلبي اللي انا ما ودي اني اسال كذا، فهمت؟ من محبه. ايه احنا عارفين من محبه. من خوف عليك. صح. شايفينك يمكنك مفجوج. رجتني الايام رجتني الايام غدرا وحيله. مصابع ما تصح في برامج. ليش؟ مهايط. وجهه نظرك واحترمها. وجهه نظري انا. هي اكيد. بس الناس تنظر النظرة ثانية. الله يعيننا عليك. طيب أنت حين سؤال. لبيك. في برنامج حين مصارعة مسوينا عندنا في الترفيه. إيه. نبي تشارك فيه. طيب. تعطي مجال حريانك 99. طيب. إنهم يضحون. أنت رجال مطيوب. داعس على بنص. ممكن تصدم في تريلا ولا شيء تسوينا مشاكل. لا ان شاء الله يا اخي حراس متوكلين على الله. خلني اكلم. تقول لي مصارعه فيها في الترفيه صح ولا لا؟ إيه؟ الله يقويهم. هذا اول شيء. المصارعه اللي انا اتكلم عنها ما هي بالمصارعه اللي في بالك تتصورها الحين انها بقوس ولقط ولازم تمعضل. المصارعه مصارعه رومانيه اللي هي مطارحه بشكل عام. فهمت؟ فهمت علي؟ لا ما فهمت. جيمس ابى اجيب سبوره واشرح لك. اوه سجل ذبيب ما فاسه ذب. انت وين متوقع جايني؟ وين متوقع اني جايك انا؟ انت من جبال واق واق؟ لا يعني تأكد. عوف انا واخوك. تعرف المصارعه الرومانيه؟ تعرف المصارعه الرومانيه؟ اي عوف من قبل ما تولد. طيب وين كان عوف؟ طيب وين الترفيه اللي حطوها؟ ما حطوها، حطوا مصارعه اللي هي المصارعه الحره ما هي بالرومانيه. سجل ما يعرف احد اننا جالسين نزحلق. أنا نزحلك يا أبو الشباب، أنا بزحلك. تبي قصيدة؟ طيب خلنا نطلع من الموضوع ده. إيش رأيك؟ تعال تعال تفضل مكاني. تعال تعال. لا تعال 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 يرحم أمك. فيك الخير والبركة، فيك الخير والبركة. سمعنا رايحين نعبش. القناة اللي يعرفونها معظم الأوطان. هذا الواقع اللي يوم جيته يمثلني. حياتي مع الناقة وعايش مع البدوان ونار الشبوب. وحامس فوقها بني وانا الشاعر المبدع وانا الشاعر البطران حضرت صغر سني ترى ما يعذر ابني اليوم من بدأت البيت حطيت له عمدان وبيت بلا عمدان ما هو يشرفني. سلامتك. تمدح ما تمدح طاير طاير. ايوه يعطيك العافيه. اشوفك بعد 100 سنه ان شاء الله. ان شاء الله. احمد حسن. مساكم الله بالخير جميع. أحمد معك نص دقيقة تعرف عن نفسك ليش جاي وجاي تقدم هنا وش عندك من إبداع. مايك معك والجمهور قدامك والكاميرا قدامك. تفضل. أعرفكم على نفسي المتسابق أحمد بن حسن سعد القحطاني. العمر 28 سنة من محافظة تثليث. الموهبة شاعر مقدم وريالتي عالي. الله الله هذا ما عندي. الله يوفقنا وياكم. يا شباب يا اعداد يا شباب ذبحونا بالسبح. كل واحد طق طق تزعجنا في الكاميرا تزعجنا في الصوت. يرحم والديك يرحم والديك. الصوت طن 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 للجمهور. ويا بيت عالي وانت بعرف ان السبحه مزعجه. إنه ذهني يواجهه. سجل مزعج من بداية البرنامج. يقول إنك شاعر. صحيح. يعني طيب يعني عرفت إنه صحيح. كيف؟ وش أنواع الشعر اللي تكتبها؟ وش على ما تبي. نبطي وش تكتب؟ الشعر اللي حنا نعرفه. بيتعوفه ومن عوفه إنه وش هو؟ حنا شعر على منهجنا وعلى قصيدنا اللي نعرف الفصحى العربي الفصحى. إيه. تبيني اسمعك؟ سمعتك طال عمرك. الله يعيننا عليك. سمعني يا احمد.
جيت أشارك في قناة الواقع المشهورة. والله يوفق كبار العزم ويوفقني في سما الإبداع، رايات السعادة منشورة، كل قرم من رافقه بالطيبة، كل قرم من رافقه بالطيبة ويرافقني. وسلامتك طال عمرك. سمعنا فاني غزل. غزل بشر بالسعد يقول: أنا حبيت لي وحده وغيرها فلا حبيت، ملكني غلاها لين حبيت رجلاها. تقولون ولا ما تقولون ترى ما زليت، ترى هم اللي جعني فجوة مواطيها. راح فيها أبو الشباب تزعل مدام الوالدة جعلني فداها. إيه الوالدة، أنت شكلك ما ركزت على قصيدة. ما ركزت أنا، بس أشوف يمكن كنسل كنسل. الحين أنت متزوج عندك عيال؟ عندي حمود وريفان الله يصلحهم يبارك فيهم. وعيالك بكره يتصل عليك حمود يقول: بابا وحشتني مشتاق لك، تروح يا بابا وتحفيني. بكرة تجي تدمع علينا وتقول: مشتقت لعيالي وبروح، عطوني نص ساعة وعطوني ساعتين وعطوني نص يوم. يا أخي من الحين يا أخي زحق نفسك، فكنا. يعتني بهم اللي خلقهم، ربنا خلقهم هو اللي يتكفل بهم، والله يصلحهم يبارك فيهم. وأنا رايح أن أنافس وأداح مع الرياجيل. إيه؟ وشارف وناموس وأداح من الرياجيل، وأطلع إن شاء الله بشيء يمثلني ويمثل جمهور ويرفع رأس ربعي. عفوا عفوا، اسمعك كلمة كذا النت في ابني. انا ما جيت يا ابو. لا 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 انسى كذا هذا. ايش جيت جمهوري؟ اوف، صار عندك جمهور الحين لك ساعتين وصار عندك جمهور. انا صراحة من قبل قناة الواقع. إيه؟ قناة الواقع تخرج نجوم. إيه؟ وتطلع نجوم وتبرز الناس اللي عندهم موهبة، وانا كنت في التواصل الاجتماعي. طب ما قلت لك كذا عام في التواصل الاجتماعي، بس ما يعني عندي جمهور ابشرك، وان شاء الله احنا جايين هنا نثبت قاعدتنا الجماهيريه. أيوة. ونطلع بالصوره المشرفه. وعلى طلبهم على رغبتهم، وحن عندنا الموهبه اللي تجرينا على ذا الشيء. طيب انت حين تكتب تعهد ان دخلت البرنامج حلو، ما تطلب تطبع ولا تقول عندي مشاكل في وظيفتي بروح احوصها، ولا تقول عيالي الحين مشتاقهم بمشي، ولا تقول جيراننا طاح من السيكل ها بروح اشوفه. تاكل هذه بنحبسك تتحمل. ما من بغدح ما قال، حجينا هنا يا نثبت وجود. إيه؟ ونطلع ان شاء الله ما دخلنا الا ننافس على المركز الاول. الاول هقوتنا في الاوائل. ها هقوت كلنا هقوتنا في الاول باذن الواحد الاحد. اني اوعدك يا عبد الله الراجح اني انافسك على المركز الاول. تنافسني انافس المتنافسين المتسابقين على المركز الاول، يمكن اجي مكانك يوم من الايام يا عبد الله. اوف ما تدري، سجل ارزاق بيد الله. نعم كفرني انت. سجل حب مهايط مستعجل. الحين انت مستعجل، انت صدق مستعجل صدق. هذه مشكلتي للاستعجال يا عبد الله. اوف سريع القرار. اجل جبتها على الصحان، جبناها وبنسد انبوبها. اي الحين بكره بتستعجل وتقول بمشي. زعلت من فهد ومحمد وصالح وعبد العزيز، قلت انا ماشي مع السلامه. سبق اني قلت قبل الاستعجال عندي صبر. انا انسان اصبر. حدد انت تبي تصبر. اقول Thank you.
تقول قبل ما تمشي؟ ما امشي عندي قصيده حبيت اقولها اوجهها لجمهوري وانا باذن الواحد الاحد في ذا المكان اني جاي انافس على المركز الاول. اقول منافس الفرسان ومصامخ الروس يبغى الكبير اللي عزومه كبيره تعطي قناه الواقع امثال ودروس وتخرج اجيال تقود المسيره دام التنافس عز والطين ملبوس مطروخ له سيف ذخيره وجويده وسلامتكم. شوفك بعد 100 سنه ان شاء الله نشوفني في ضمن الخمسين طال عمرك. واجدين قواها قبل ان شاء الله. احمد المطيري حياك الله اخوي احمد تفضل. الله يحييك. معك نص دقيقه. قبل نص دقيقة بشرب ماي. اشرب جمع يشرب غيرك. يا حبيبي. معك نص دقيقة. المايك معك والجمهور قدامك وكاميرتك قدامك. قل بس جاي وعرف عن نفسك وش عندك من واحد. تفضل. معك أحمد السرهيد المطيري. شاعر العمر 28 سنة. موظف وزارة الإعلام دولة الكويت. وبعد برنامجنا هذا يا احمد يا حبيبي انت من الكويت؟ ايه ونعم والله ما عليك ثاني احب الكويت وانا احبك واحب اهل الكويت كلنا نحبكم وفيه حب الكويت يحتف عن جميع الدول بس بقول شيء ما يحتاج بقول شيء اسلم هذا برنامج يبي جبجب كثير يبي كلام كثير 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 فاهم حبيبي يا روحي انت يعني هنا الكلام الكثير هذا لو ما في كلام كثير مشكله انت مشكله في البرنامج في ما في جبجب ما في جمهور يشوف انت ايش تسوي عادي اسولف سوالف واجد سالفه طبعا يا ابو سالفه عطني سالفه طيب احكي لي قصه بسرعة قصة بسيطة احكي بيها عن نفسك اللي يبي يستفزك قابله ببسمة والصمت في هالمكان يبعثر الناجح الله عطاه البشاشة والنعم باسمه عبد الله المستفز عبد الله الراجح سجب يبيني يمدحني عشان اصير مرجوج واقول انه كويس وادخل برنامج قديمه الحركه هذه ايوه انا ما مدحتك قلت بشاشه اي بشاشه فيك بشاشه وفيك قبول اعلامي ضبط الصوت يا منيب ابابا ضبط الصوت ضبط الشخصيه يا سلام اي يا شاعرنا سمعنا شعرك يا قبه الشعر الذنهاج سيلك وقام على مقامك طمأنينة ورحبك جليل يلهمني الغيث وكل فكرة تورد غمام معها هبايب نسيمة من القصيدة الجزيل وجهت لك شوق واللهفة عظيمة مقام الكون ما هو مقر الكل عابر سبيل استعذب البوح من طار الهوى والهيام ما كني إلا أشوفك منبع السلسبيل أتم لك كل وقتي ولا علي الملام لو أني أزعل عليك أشوف أصلك نبيل تستبشر النفس وشعوري زف الكلام شف نظرتي من عيوني لا بغيت الدليل يا ما تهاديت مع طيفك بجنح الظلام ويا ما تماديت في صدري وحبك تسير رديتني للسلام اللي ما اشوفه سلام وجهك يجي بالرضا وانا لوجهك دخيل يا مرحبا من خفوق ومرحبا من غرام جيتك مثل المطر بعد الغياب الطويل الحين احمد انت عارف وش جايين ايام ايامنا الجايه وش هي كلها خير وبركه هذا شيء مني بابا هذا بينكبني اسمع يا ابو الشباب الحين ايام شتاء يا ابو الشباب اسلم ايام شتاء وايام حلو الله وناسه الله تطلع بالطراد يا سلام تتمشى لا ما اطلع بالطراد لا اروح الطراد بالبرد مزرعه سهله لا احنا يا راجل الله يهنى عليه اي بتروح وبتتكي وخوياك واصدقائك فشهور بتغيب عنهم لا ما تبون تستضيفوني لا اله الا الله الله يعيننا عليه الله يعيننا عليه هذا بينشف فيني انا بينشف يا اخوي لازم تكون صبور على ضيفك اسمعني حبيبي بتتركب هذا بتجلس تقابلنا انت صاحي كل شيء علشانك يصير
سجل يحب النصب ويرقص بالشباب. الله يعيننا على الترقيص حقه، رقاص مره. تحب الحمامه رقاص انت ها؟ تموت فيه شكل. اللي ودك وش تبي؟ يقول لك انك تعطي الثقه بسرعه. نعم. اصدقائك، اخوياك. ما اعطي الثقه. اكمل السؤال، تفضل تعال اسال مكاني. تعال يا حنان كمل السؤال. تبي عطني مجال اكمل سؤالي. تبيني اخذ مكانك؟ ما اقدر. نعم اعطني اياك. يقول انك تعطي الثقه بسرعه. بس اني اشوفه من بعيد اراقبه. شوف الثقه. انت تعطي الثقه؟ وين ما تعطي الثقة؟ الثقة حدد. الثقة تراقب ما تنعطى. ايش؟ هذا واحد. الثقة تراقب. تراقب. نعم. ايه. سجل عبارة فاهم كل شيء. ايوه. اللهم الله يعيننا عليك. اللهم امين. بعد عمري سمعنا قصيدة قبل ما تختم. اودع اللي اعطاني في الزمان امتحان. كنت أحسبه نصفي الثاني قبل ما قسها ليذن المذن وقام وبوقت الأذان أدعي بصلاتي على قلبي لعله نسى ثلثين قلبي له قادر يعيش بأمان وثلثين عقلي من الصدمة يعيش الأسى أذكر من أول يقول أعطيك روحي ضمان ومن يوم قفى وأنا صاير سجين المسا طالبك يا قلب لا تعطي المحبة مكان كافي علينا الحبيب اللي بقلبي رسى. سؤال. يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك. يا هلا وسهلا. عادي اخذه. شرفتنا. اي حضر. اخذه؟ اي نشوفك بعد 100 سنة حب موية. بعد فرعون. ما حاسب. فيصل بن محمد. فيصل. عليكم السلام. المايك معك والكاميرا قدامك والجمهور يتابعك. نص دقيقة عرفت جاي ومن أنت؟ وش تبي تقدمنا في برنامج؟ تفضل. أقول ماني منياتي ولا يدرابه شطر حفظته ما أعرف كتابه شطر يناسبني مثل الليلة وأشوفني في ذا المكان أو لابه وأنا أشوف إن شاء الله أني في ذا المكان. معاكم فيصل محمد الغفلان المري العمر 21 سنة من أهالي الشرقية محافظة بقيق تخصصي إدارة موارد بشرية. سلامتك. إنا بالله إني راجعون، إنا بالله إني راجعون. آه يا بابا، عندنا مشكلة جديدة يا بابا. يا بابا، تعرف المشكلة وش هي؟ يقولك الرجال يحب النوم، وش تجاي؟ يعني وسادة؟ الله يهديك. مية مية. يعني برنامج راح نوم كله، ثلاث شهور راح نوم. والله علم علي عون، أحسب إنها خاصة في الإدارة. يعني أنت تحب النوم؟ احب النوم الا لبس اخذت الفروه لجل البرد الصدق لكن ان شاء الله في البث ما راح انام. بعدين اخوي احمد اخوي احمد قبل شوي يقول احمد المطيري يقول عبد الله المستفز عبد الله الراجح انا اقول عبد الله المعضل عبد الله الراجح غلطان يا انت مش فيك اليوم تنكيت لا ابو علم اني اتابعك تشيل الحديد انت تنكت ها يا حبيبي ها أحيان. جاي نتنكت عندنا ها جاي اقدم اللي عندي شوف يا حبيبي يا ربك بنصحك نصيحه انصح وشي في واحد بيزعجك وبيصحيك في كل وقت نعم وفقراته وما صحيت سحبناك سحب من حق وبنهبل بك نعم مندح ما قلح و16 ساعه 16 ساعه يا سلام عذ هواء يا سلام يعني ما في نوم في الشتاء تراني خفت عادني في المقابله ايش فيك يا عبد الله إيه ما في نوم في الشتاء احسب لك ترجع الديره بليج يبونك محتاجين لا لا عادي شلون عادي ما ردي لها ها ما ردي لها انا جاي انافس لي حصن نفس الريجين دول وان شاء الله اني اوردها على الجمه باذن الله واثق انا ما يضيعني الثقه هذه انا يا شباب ما يضيعني الثقه هذه توك جاي انت توك طاق باب الاعلام من وين جبت الثقه في؟ ثقه الثقه اللي في محلها تكون احسن سجل واحد مهايط وكفر الشطه حط عليه مع جبن بعدين الناس تحفظ سوالف شيء طبيعي ايش المنشدين شيء طبيعي ايه؟ الشاعرين شيء طبيعي شاعرين الشاعرين ايه حلو لكن صانع الابتسامه للمشاهدين ما صانع الابتسامه
أنا. اسمعي بعدك. تراني نرجسي بزيادة يا عبد الله. عبة من الشيطان الرجيم. اسمع الحمد لله رب العالمين. تسلم. الرحمن الرحيم. الله يهديك. قريت عليك البقية إن شاء الله. الله يجزاك خير. وإن شاء الله إن تنفك فيك كل نرجسية وهذا. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. الله يكفيك الشر. الحين عندنا شيء ما تدري عنه. وشنو؟ ان احنا جبنا في برنامج هذا بنسوي سي فود. اسماك. اسماك؟ اي اسماك. الفطور تونه. والغداء سمك مقلي. يا سلام. مع شوربة سي فود. يا سلام. والعشاء سمك مشوي. يا سلام. مع جمبري ها؟ فخار. عز الطلب عادي. كله سي فود. يا سلام. فهمت؟ يا سلام. نبي نعطيكم اوميجا 3 عشان ما تنامون. اي لا ما عليك. اي متاكد انت؟ متاكد. ما في برجر. لا ماكو برجر. ايش ايش؟ ماكو برجر. يا قلبي. يا ربي. قلبك ما يشتاق من فنت برنامج. يعني ما توفرون برجر؟ ما نوفر. سمك. سمك بس. ثلاث شهور وتخطى ان شاء الله. ايش ايش؟ ثلاث شهور وتخطى. انت ما تحمل يا ناس البرجر. يعني انت وين الكاتشب؟ وفف والمايونيز. ها؟ ما تاكل مايونيز. طيب والكاتشب والبطاطس. يا سلام. يا الله كلها بتفقده. طيب وين جاي من برا ما تجيب لي معك؟ ايش ايش؟ وين جاي من برا ما تجيب لي معك؟ طلبات انت هند ستيشن انا جاي تدق عليه انت. لا عاد انا تابعك ترى يا عبد الله. كذا بتخليني الغي المتابعه. لا تكفى يرحم امك احم الله لا تلغي المتابعه. خلاص تم. انت تحب الشعر ولا شاعر؟ انا احب الشعر لكن ماني بشاعر. ما انت بشاعر؟ لا. مش من تحب من الشعراء؟ احب الشاعر محمد بن فطيس المري. سمعني من قصايده. عديتها قبل شوي. ماني منياتي ولا يدرابه شاطر حفظته. سمعنا واحدة ثانية. ما يحضرني الصدق. وانت بحافظ شيء؟ نعم حافظ للشاعر صالح نشيرة. يلا سمع. يقول يبين لك انه هادي وخاطره مشروط، وهو والله انه يزعجه صوت مسباحه. شجاعا حذف لك بندقه والرصاص يثور، ولا تذبحينه عقب ما سلم سلاحه. سلامتكم. سجل شوفك بعد 100 سنة مع السلامة. والله صادق احمد فرعون. هاي ايش؟ يقول فرع 100 سنة. سجل يقط عبارة ينكت ما يعرف ينكت ابو الشباب. نبي في مسفر عايب القحطاني. حياك الله مسفر. المايك معك، الكاميرا قدامك. الجمهور يبي يسمع انت ليش جاي وش بتقدم. عرف عن نفسك كل ما تقدر في نص دقيقه. تفضل. مسفر عايد القحطاني، محافظه الخرج، عمري 31 سنه، محب للانشاد وبس. موظف؟ لا. برامج انشاد كثيرة، وش اللي حباك تطق بابنا وتجينا لنا فاضي؟ ما عندك شيء، ما عندك سواليف، ما عندك اهل، وش جابك؟ عندنا 99 واحد يبون يشاركون، كل من جاء فاضي ما عنده شيء ولا عط جانا، وش تبي انت بالضبط انت؟ وش تبي جاي عندنا؟ دقيت الباب ولقيت الجواب. ايش دخلت عندكم؟ دقيت الباب ولقيت الجواب. سجل وجاه جني يدخل على طول بدون استئذان. ايوه اللي هو قدمت وانت قبلت والحمد لله رب العالمين، توفيق من الله سبحانه. يعني مسفر سم حبيبي، احس انك هادي وطيب. الله يطيب وحبوب حالك. وعندك شخصيتك شخصية واحد يعني ما يحب العراك، ما يحب المشاكل،
يمشي جنب حيط هذا ما في مقادر ما في مهواش ما في سواليف. أنا ما جيت أتهاوش أنا جاي أتنافس. كم سواليف وتجي تسأل كم سواليف بس حنا كم سؤال؟ أنت أعطيت السؤال أكثر من أمك حنا كم سؤال؟ حجمه صغير بس عطني عفوا حجمه صغير بس إنه كبر تفضل. أنت جايسة بالميزان؟ لا بالكلام يا تاج راسي يعني أنت ما في أي أهداف بتسويها في برنامج الهدف الوحيد بتسويه إنك بتقول الناس صباح الخير السلام عليكم تصبحون على خير حس كذا يعني ما أنت متفاعل ما عندك قصص ما عندك أي شيء في برنامج الله يعيننا عليك اللهم امين اي جاوب واجاوب عنك جاوب جاوبت شلون جاوبت نسيت السؤال ايش نسيت السؤال سجل يزحرق ام الاسئله ويجاوب تعرف انت شو عندنا مشكله الحين وش يطالبك اشتهتنا الحين بيعطونك أكل الصبح تونة طيب وفي الليل غدا بيعطونك سمك مقلي طيب والعشاء بيعطونك سمك مشوي بيعطونك جمبري معها وشوربة سي فود يعني ما في بيتزا ما في معجنات ما في بيوكل بيتزا حارة مع مطبات والدنيا وسعة الصدر وناسة والشتاء وجلسة القهوة والجو الحلو والأمطار تجلس محبوس هنا بين مجموعة متسابقين واحد يسولف واحد مزعج واحد يطاق هو خوية تتحمل تتحمل ليش ما نتحمل وإذا على العيشة نعم الله لا يغيرها وبناكل اللي يجينا سجل بيكفرني حسبي الله ونعم الوكيل على الشيطان انا سالتك انت تتحمل وما تتحمل نعم اتحمل قلت لك نعمه وبناكلها ان شاء الله بس تونه تاكل تونه الصبح نعم ناكل حشا بس صايم ماذا احنا رجل بعدين انت ما حفظت شيء وشو ما شفت شيء قدامك وش لاحظ قطاوه طيب عندنا قطاوة لا شوف وقلنا في برنامج هذا بنسوي مبادرة طيب المبادرة تقول كل متسابق يربي قطوة بركها من ساعة يعني نبي نشوف الحنان حقك بركها من ساعة ونبي نشوف كيف تتعامل معها وتأكلها وتشربها يعني كيف نبي نسوي مبادرة حلوة أبشر تم وأنا حاضر للمبادرة سجل بكاش ومزحله قاوي ومو بصح يا اخي ما عندك فوبيا انت من القطط لا ما عندي اصطف قول والله ما عندك بدون حلف يعني بكاش لا بدون حلف يعني ولا تجعل الله عرضة لايمانك الله عليه سجل زحلقنا ورجال انا سالتك سؤال انت تقول احلف اي انت سؤال شيء شيء ما يذكر يعني ما له داعي اني احلف عليه صراحه يعني في قطوة حين بعد طيب. شوي بنجيبها بك مرحبا ومساء جاهزة قطوة خلها جيبوا قطوة جيبوها خلها ها امر الله من ساعة يا حبيبي بيتمس شعرها امر الله من ساعة ها خلها يعني ما عندك فوبيا لا اكيد اكيد شو عندك فوبيا من ايش ولا شيء الحمد لله ونشكره لا 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 كذا انا ما عاد اصدقك مسفر مع احترامي لك انت صرت كذا مكع شو مكع صرت كذا انت واحد بكاش صرت كذا الحين واحد تهط علينا ابو النصب وجاي ما ادري ايش اقول لك تبي الصدق تفضل دعمك انصحك طيب انك ترتاح تروح تتكي عند هبك اللي بقول الله يكتب اللي فيه الخير انا انصحك نصيحه نصيحتك مقبوله عشان ترتاح كلنا مرتاحين هنا ولا هناك جو الشتاء حلو وهنا احلى
الطبعات مع أصدقاء. والأصدقاء هنا طيبين بعد. ها؟ الأصدقاء هنا طيبين. تعرفهم هنا مو أصدقاء. متعرف. هنا المنافسة. من تنافس. ها؟ من تنافس. والأمور طيبة. ما يعجبونك الموضوع. لا لا الأمور طيبة إن شاء الله. شلون طيبة؟ طيب. نحمد الله ونشكر. إنا بأهلنا يا رجل. يعني ما في يمين يسار؟ مرة. طيب وش مواهبك؟ قلت لك محب للإنشاد. سمعنا طيب الإنشاد. يلا عمرك. يا رفيق له تزعل عسى ما بس يلي تقطع الفرجة وتظفر بها يا رفيقي والحياة اختبار ما فلج قس الملواح سوى مظنون عينه خصي يوم القوم راح بها المحبة قيل جنة ونار. سلامتكم. حقاكم صفقوا مايط يعني ما سألتك سألتك أنا ما أنا سألتك شكلك أنت بكنسلك تنسل وحد تمشي مع الباب لا لا إن شاء الله اسمعني يا حبيبي يا مسفر سم طهرك اسمعني يا عمي يا مسفر أحو لحظة أنصحك فيها تفضل لا تطول لا تطول لا تطول معنا في البرنامج الله يكتب لنا ولك اللي فيه الخير يا رب ايش الله يكتب لنا ولك اللي فيه الخير امين جاء يا رب طاب دعوه انا محب واذا الله ردني الله يصطل عنه على تمشي في يد الله سبحانه بس انا انصحك نصيحه يعني واحد ينصحك نصيحه لا تاخذها وين تخليها باحتك الله يجزاك خير والله يكتب لنا ولك الخير يا رب فرصه سعيده حبيبي اشوفك بعد 100 سنه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله لا تطول ها ابشر طال عمرك 99 حنشوفك يعني عد عين عبد الرحمن الشهراني تفضل السلام مساك الله بالخير اهلا وسهلا عرف عن نفسك في نص دقيقه ليش جاي وش عندك من مواهب وش تبي تقدم مايك معك وكاميرا قدامك والجمهور يسمعك تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم أخوكم عبد الرحمن بن حزام الرمثي الشهراني رجل مقدم وأحفظ من القصص ومن القصيد أمتلك من عمر 19 سنة من سكان الرياض وعلمي وعفاكم أنت من بيشة؟ إي نعم طال عمرك تابعت برنامج اللي فات؟ إي صحيح ها؟ اي نعم تابعت شيء مقاطع منه معينه وليس كامل. مو كامل؟ نعم. من يعجبك من الشخصيات؟ من يعجب؟ من يعجبك من الشخصيات برنامج فات؟ اعجبني جميع ما فيهم قصور ان شاء الله، لكن اعجبني فيصل الدبالي. اي، ايش معنى فيصل؟ رجل متذوق للشعر جدا صدق. ان انا مكلمك متذوق للشعر بس ما مني مثله ما شاء الله تبارك الله لكن هو رجال الله يزيده يا رب يوفقه طيب انت مقدم قلت صح اي نعم صحيح التقديم قدمت قبل كذا في مدرسه في صحيح في حفل في اشياء زي كذا في مدارس في حفلات اليوم الوطني حفلات يوم التاسيس في مشاركة بين المدارس يعني والله ما لك الحمد ليش ما كملت دراستك؟ جامعية لي طموح غير الدراسة ايش طموحك؟ في المستقبل ان شاء الله بتشوفونه يعني في المستقبل هذا يعني اسأل مين؟ يعني لا يعني كل شيء في وقته حلو بس إننا جالسين نحاول ويحاول أحد من أول البدايات إني أدخل القناة إن شاء الله وأبرز نفسي فيها بإذن الله تعالى ثم أظهر بظهور جميل أمثل فيه ربعي وأمثل فيه الأهلي وأمثل فيه النجوم والجماهير
طيب يوم ما قبلت؟ لا ما قبلت، هذا شيء مكتوب مقدر، كل شيء عند الله سبحانه. اللي يكتب ربي اللي فيه الخير بيديني، سواء قبلت أم لا قبلت. بس يمكن أنك تتعب نفسيا. لا والله أنا تزعل. لا الله ملك الرحمة. تحس بألم، تحس بفيدة صدر، كآبة، تعب، بعدين تجيك صدمة من غيابتي، تكره البرامج، بعدين ما تشارك. يعني أنا أنصحك نصيحة، انسحب أنت من البداية عشان ترتاح، ما تجيك أي صدمة. والله نصيحتك على عيني وراسي الصراحة. اي لكن أنا لو أني ما أدري عن شروط القناة كل شيء فيها كان ما جيت قدمت. أنا أعرف إن هذا الشيء، وأعرف إنها 90 يوم، وأعرف إنها برايمات، أعرف إنها بدون جوال، بدون أهل، وبرضاي أنا جاي برضاي اللهم لك الحمد. ما عندي مشكلة يعني. طيب أمك عايشة؟ الله 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 يطول عمرها. وأبوك عايش؟ الله يطول عمره. كم عندك من إخوان؟ عندي أربع إخوان. أكبر مني واحد وأصغر مني ثلاثة. الله كم عندك خوات؟ عمره. والله ما عندي خوات. الله يجيبكم الخير. اللهم آمين الله يرزقك. الحين تترك البرنامج مو مشتاق لأمك؟ جلسة الوالدة واشتجاي وفاكر حبيب وحنيد وياكل الطيب، تجي تاكل عندنا سمك يا سلام، وتونة يا سلام، فهمت؟ وجمبري حلوة، وانت والأكلات اللي تحبها، وعصيده ما في عريكه وعريكه، حسنا تتحمل كل هذا عشان برنامج. ما عندي، انا اصلا ما جيت الا برضا والدي صراحه، هم اللي يحمسوني على ذا الشيء. انا خوفي بكره تجي وتقول والله يا ابو طارق انا بنسحب، اعطوني مجال اني امشي. لا اقول لك والله عقد يقولك ممنوع. صحيح، وفي شروط. اي وفي شروط. نعم، انا ما جيت هنا الا بيبرز نفسي ان شاء الله، ولا نطلع ان شاء الله الا بعد 90 يوم. تعرف تقدم؟ اي نعم. تبيني اقدم؟ ها؟ تبيني اقدم؟ انا قلت لك ابي تقول انا اسالك سؤال. اي نعم. بس نعم. افضل شيء انك تشوف التجربه يعني. تجربه؟ اي. يو تعال. ابشر طال عمرك. تسمح لي تجلس عشان انا اقدم انا. طب. ورقه بس اذا معك امر. بسكرها بس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام. اول شيء اسالني وين الكاميرا؟ لبيه الكاميرا اليسرى. لا حبيبي انا كم حقك هنا؟ انا عين هنا. ايوه عين هنا. هنظبط الشخصيه اول شيء. اي عين في كم، مو في الشاشه كم، هذا عين في الشاشه. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ نفس. لبيه خذ نفس. شبيق زهيق. اي شوف. نعم. عشان ايش يروح التوتر منك؟ ما بتوتر، ما بجسم اصلا عشان اخذ نفس. ها؟ ما بشيء اصلا. يدخل الهواء على طول. سيده طول. سيده ها؟ ما بشي. يصدم على طول. ما في يدخل يطلع ما ادري. انت وحيد تجيك كحه تنتهي حياتك. يمكن على حسب اليوم. حسب اليوم. اغم علي وارجع ما في. دمك حبيب حبيب. الله يسعدك. ما ادري الا بعد. كم قدام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مشاهدينا الكرام، اليوم معنا برنامج الواقع والذي هو يتكلم عن أهمية. واليوم معنا مجموعة وهي آخر مجموعة وهي المجموعة الخامسة، ومعنا المتسابق عبد الله الراجح. يلا حي أخونا عبد الله. أهلاً. معك الكاميرا، عندك 30 ثانية، نبيك تتكلم عن نفسك وتبرز نفسك وش مواهبك. عبد الله الراجح. ونعم والله شرفتنا في القناة. أقدم محتوى. يا سلام. وبرامج واقع. والله مبدع، صفقوا له شباب، والله نستاهل. أول شيء مرحبا بك ألف. أهل. جيتنا والله يحييك. أهل. مشاركتك جميلة. أهل. وكلامك ذرب وجزلة تقدمها إن شاء الله. لكن عطنا من مواهبك، هل أنت شاعر أم تحفظ قصص أم وش اللي عندك أم أنا؟ مقدم أنا؟ إي نعم. أصنع محتوى. إيش عطنا نبدا عن المحتوى اللي تصنع، يوميات، إيش اليوميات اللي تصنعها؟ يعني بسم الله. لا أول شيء لازم تجلس جلسة زين لأنك أمام أمام مشاهدين. أي يعني جلسة مرتبة. أي طيب. نعم الله يطول عمرك. شو الشخصية؟ تفضل جاوب كمل.
معك 30 ثانية أتكلم عن نفسي. حطيت إجابة، عطني كيف تأخذ إجابتي وتحط نفسك. حطيت إجابتك. والله هي موهبتك جميلة وتستحق الإبداع وتستحق إنك تظهرها، وإن شاء الله إنك تطلع. أول شيء لازم تناول كاميرا قدامك. يعني ما أكلمك. أي ما تكلمك. إن شاء الله إنك تطلع موهبة غير موهبة هذه بالأيام الجاية. لأن الإنسان أحيانًا يدخل على موهبة معينة ويلقى نفسه عنده موهبة ثانية ما يدري عنها. أي. وأقول عسى ربي يوفقك. ولكم التصويت الرابع إذا بتصوتون العدد الراجح ولك جمهورك الكاميرا اليسار وتكلم معهم. طيب أنت وش في تتوقع عندك موهبة ثانية وجمهور ما يعرفها؟ أنا عندي موهبة أني مقدم وأحفظ قصص وأحفظ قصيد. عندك إيش؟ أني أحفظ القصص والقصيد. القصيد، سمعنا من قصيدك. يقول أثر الطواري اللي زادت تهد العزوم تثر على البرمجة قوة راداراتها، بغيت أصر عليها يوم جتني رسوم حتى تفك المعنى من معاناتها، خلتني الليل كله سامر مع النجوم لين المدن سمعنا نبرة أصواتها، العين تبغى تلوم وعزلة تلوم من ضيقة جتني ماي بحزاتها، دنيا العنا والفنا دنيا الشقا والهموم أفطل هجماتها وحسب حساباتها، وليا صالفتك وطلعتك من السهل للحزوم وشارتك بكريكها قدام مساحاتها. سلامتكم صاحب دنك. أوه. طيب سجل ما عنده سالفة. الله يطول عمرك. مزعج كلامه واجد. يكفينا هذا خلاص تكعب. يعطيك العافية. بعد 100 سنة إن شاء الله. إن شاء الله أنت بتكمل بعد 100 سنة ما شاء الله. إيش؟ ناوي تكمل بعد 100 سنة ما شاء الله. منحتني؟ ها؟ منحتني؟ ما شاء الله. يا فرصة سعيدة. ما شاء الله تبارك الله. تكعب يا مرحبا شرفتني. صفق لنفسه قسم بالله. جمهورنا العزيز يعطيكم العافية، سألناهم حاولنا معهم، شفتوا 100 متسابق تقدم على الستيج، 100 أو أقرب شوي طرحوا وش عندهم، إن عجبكم طرحهم ادعموهم، ولما عجبكم قولهم شكرا كنتم ضيوف خفيفين علينا وبدعتوا. بستيج حاول انه يبحث معهم، حاول انه يسألهم، حاول انه يتعرف على شخصيتهم اكثر واكثر. في تصفيات جايه، في فقرات جايه، يعطيكم العافيه، تصبحون على خير ونشوفكم بعد التصفيات الجايه. موفقين. عشر 15